إلى لوكيشن آخر وتحديداً كربلاء المقدسة. شاب يعمل سائق تاكسي تعرض إلى حالة ابتزاز غريبة. تعرف على امرأة من خلال علاقته بها، استدرجتها إلى منزلها. هنا حدثت المفاجأة، تبين أن هنالك أشخاص بانتظاره، كمين تم نصبه له، يعني قاموا بضربه وتجريده من ملابسه وحتى أجبروا بالتنازل عن سيارته. تم تصويره وابتزازه بهذه المقاطع اللي تم تصويره بها. طبعا بعد ما استدرجته وإلى منزلها كان قلنا أكو من ينتظره، تنازل عن سيارته. فخلونا نشوف في هذا اللقاء مع من كربلاء، خلونا نشوف. أهلا مازن. طبعا دائما ما نشوف قصص وسائل الإعلام وبالواقع شاب يبتز فتاة أو شخص يبتز امرأة، لكن اليوم موضوعنا هو عكس ما ذكرت. أحد الشباب اللي يعمل سائق تاكسي بين كربلاء وبابل تعرض لابتزاز وعملية حقيقة صادمة. طبعا هذا يعني الكلام اللي صار قبل يعني 3 أشهر أو 4، يعني اللي صار انه انا اشتغل على خط بالجراج كربلاء حلة مرة بغداد، فتأثرت عندي علاقة ويا امرأة. خلال هذا ولا تقريبا من حوالي شهر او اكثر يعني ظليت اوصلها اجيبها كذا، فوصلت اخر شيء قالت لي تعالي البيت. تفاجأت لما رحت البيت انه قبل هجموا علي ربطوني، يعني حتى الملابس يأخروني، طقوا لي صور صوروني، يا اما تجيب فلوس يا عمه احنا نقتلك. قد طلبوا عليك؟ بالبداية 20 مليون طلبوا. 20 مليون قالوا لازم هسه تجيبي. وإلك يعني أنا ضليت محجوزة مع حوالي يوم أكثر من يوم. ظلوا يضربوني ليش تسوي وما أدري شنو هاي فتنة، مبين يعني هم يعني نصابة. فصارت يعني بعدين بالتراب أنا بعت سيارتي نفس الوقت نزلت من بالسيارة. سيارتي أنا ماخذها يعني بشدة و20 ورقة نزلت بها إلهم. سوى مكاتبة يلا عود يلا عفون وراحوا قال يا ما نسوي عشارين وسوى مشي أو ما نخليك تطلع منها إلا نقتلك. فأنا ضحيت بالسيارة وتنازلت مو بكل شيء. طيب أريدك تحكي لي شلون عذبوك، يعني أول ما طبيت بيدهم سلاح كان، وشنو التهديدات اللي يهددوك بيها بتفصيل؟ يعني أنا أول ما طبيت للبيت يعني كان كوب باب حمام وراي، صورت لي البيت اول ما طبيت لازم تسوي انه تدخل وراي عمودين يبين عند الناس. فتفاجئت طلع واحد يعني من قبل من الصحيه قبل هجم علي شتفني من ورا، واجى واحد من قدامي سد حلقي وربطوني جوا ضربوني بالراح الشاشه شيء سلاح مسدس ما اعرف شنو ما اعرف بالسلاح، فضربنا على راسي. وواحد كان شايل حبي كان شايل شلون وايد قوي كلش، فضربنا على رقبتي لحد الان الاثر موجود يعني. طيب يعني وضعهم مرتب، هي عصابات نصب واحتيال تنصب على الشباب عن طريق النساء؟ يعني هم بينين مش شكل ما انهم نصاب بينين يعني يعني قضية شرف يعني ما كان خلونا عايش بلحظته مبينين هذول تنصيب هسه لازم ما ادري شنو بداية شتفوني عافوني يعني تقريبا اول ربع ساعة عافوني او يسوون يصرحون على اختهم او يضربوها تبكي بس يعني مبينين انهم كذابين نصابين. طيب انت ما عرفت انه ما فكرت قلت هذا الشيء خطا اللي اسويه؟ انا هذا الشيء يعني من خطائص بي ومتندم عليه لحد هسه، يعني انا فقدت مصدر رزقي واللي هو مصدر رزقي الي والعائله من الزوج عندي 2 أطفال. يعني بالتالي انا لا انصح الشباب ابدا يطبون بهذا الشيء. يعني هذا الشيء انا يعني خسرت مصدر رزقي خلال يوم واحد على مود يعني شكل لك على مود بنيه ما تسوى. طيب ليش ما بلغت الجهات الأمنية المعنية بهذا الموضوع؟ يعني أكيد راح أصير فضيحة وهاي يعني على هذا الشيء سكتت. نعم مازن، طبعا مثل ما استمعتوا قصة هذا الشاب واللي تعرض له من ابتزاز
واختطاف حقيقة من خلال نصب واحتيال عن طريق إحدى النساء. يعني هذه نصيحة للشباب قبل أن يدخلون موضوع خطأ، أن يفكرون بعواقبه. يعني هذا الشاب خسر مصدر رزقه، ويعني امتنع عن إبلاغ الجهات الأمنية خوفا من الفضيحة.